كمان الوفد قالت ان اكد محمد يوسف المدرب العام للفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي اهميه مباراه طلائع الجيش والمقرره ليها مساء يوم الاربعاء اللي جاي ضمن منافسات الجوله 31 من مباريات الدوري الممتاز. كمان قال لم يعد امامنا سوى 7 مباريات على عمر مسابقة الدوري ممتاز، وبالتأكيد هي دي المرحلة اللي لم ولن تتحمل خسارة أي نقطة في صراع الحفاظ على المسابقة المحلية، ومن ثم نخوض كل مباراة من المباريات المتبقية بحثا عن هدف واحد لا بديل عنه وهو الفوز وحصد 3 نقط. وأوضح تفكيرنا في الوقت الحالي تجاه مباراة طلائع الجيش فقط، ولن نفكر في أي شيء آخر، خاصة أننا نتعامل مع كل مباراة على حدة وفقا لظروفها وملابساتها دون الانشغال بأي أمور أخرى، خصوصا من مباريات اللي جاية مبارياتنا المستقبلية مش عايزين نفقد فيها أي تركيز في الوقت اللي احنا فيه ده. وكمان قال محمد يوسف ان الجهاز الفني بيثق بشده في قدرات اللعيبه وفي رغبتهم في تحقيق الفوز في المباريات اللي جايه والمتبقيه من عمر مسابقه الدوري الممتاز عشان يحافظوا على اللقب المحلي، واكد ان الجميع يبقى على قلب رجل واحد من اجل تحقيق الهدف المنشود بالتتويج بالدوري رقم 41. قال كمان المدرب العام للنادي الاهلي ان الجهاز الفني بيحترم فريق طلائع الجيش وجهازه الفني، وكمان درس نقاط القوه والضعف في صفوفه عشان يقدر يحقق الفوز في المباراة القادمة ويواصل مشوار الزحف للصعود للقمة وتصدر جدول المسابقة.